بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللي تيشوفني في هذه الساعة وفي هذا الوقت نتمنى ليه الصحة والعافية وسلامة الوقت ورمضان كريم. تنشكر الناس اللي تيدعموني، وتنقول لهم شكرا شكرا شكرا. قبل ما نبدا ان شاء الله، هذه الوصفه طلبوها مني بزاف البنات، قال لك بغينا وصفه اللي توسخه ديال العائله كامله، الامهات، البنات اللي واقفين على الطلاق، البنت اللي ما بغاش تطلق. بزاف طلبوها، حتى الا حطيت عشوب تيقول لك كاينين عشوب اللي ما عندهمش في الدولة اللي هما فيها، بحال يطرون، بحال بزاف الوصفات حطيتهم، للأسف ما عندهمش هذوك العشوب. اليوم إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نديروا واحد الوصفة، هي تفوسخة، وهي تفوسخة بالتصاور، ولكن نحاول نديروها مدة 7 أيام. هي مدة 7 أيام، وغادي نوريكم دابا كيفاش غديروا ليها ان شاء الله بحول الله وقوته. نشدوا الحليب، نسيطروا الحليب. غادي نديروا تصاور ديال الاشخاص اللي عند شاكين نتوما عندهم السحر. الا كانوا اهل البيت كاملين، نديروا تصاورهم كاملين، تصاورهم كاملين، نديرو التصاور ديالهم هنايا، ونديرو العرعار، العرعار نديرو هنايا، الفاسوخ الوسخي غندير واحد الكمية حيت هادي كتيرة، غندير جهد معلقة صغيرة حركة. الخزامة عندنا، درنا الفاسوخ ودرنا العرعار والخزامة، ماء الزهر ماشي كلها، ندير واحد الكمية. المهم هاد التوسيخة غادي نحطها على النار، غادي نحطها على العافية او النار. الوقت اللي تغلى نطفي عليها. الغد اللي درتها اليوم مع ستة، درتها مع ستة ديال الصباح في المثل، نديرها الغد لي مع ستة الصباح. درتها مع الوحدة ديال النهار، نديرها مع الوحدة النهار. المهم النهار اللي نهار مع الوقت اللي درتها، الغد لي نديرها في الوقت اللي درتها فيه. درتها مع السبعة العشية، الغد لي نديرها مع السبعة العشية، مدة 7 أيام. كل نهار تطلع هذيك الغلية ديال الحليب، نطفي عليه، ولكن كل نهار نزيد معاه الحليب، غنزيد معاه الحليب كل نهار تيغلى. هاد الوصفة صالحة للسحر، اي سحر، المهم تتبطل اسحار. حتى الا كان السحر بين الاخ والاخت تيتحيد، كاين بين الام تيحيد، الام تحط تصاورها، ولادها كلهم تحط لهم تصاورهم في الحليب، الخزامة، الفاسوخ، العرعار. كل نهار في نفس الوقت نحاول يتبخ هذاك يطلع عليك الغلية، ونطفي عليه الغد عاوتاني هكاك مدة 7 أيام. هاد الوصفة صالحة لتفوسخة الناس اللي
تيقولوا خاصنا توسخة خفيفة ظريفة، ما عندناش وقت، ما عندناش مكونات، هذه توسخة سهلة مهلة. المهم الناس اللي هضروا معايا على التوسيخة، هيا عطيتها لهم. انا غادي نوريكم كيفاش دابا غادي نتبخوها على النار، اطلع الغالية صافي ونطفيو عليها. المهم انا جبتكم ان شاء الله معايا الكوزينة، انا صوبت هاد هانتي غلا، طلع الغلية ونطفيها. هما تصور هنايا، درت تصور، جيب الغلية ونطفيها صافي، ونغطيها بشي حاجة ونخليها حتى الغد. ليه وقت الوقت اللي درت فيها هي اللي نعاود ندير فيها مدة 7 أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.